السلام عليكم خوتي، كي راكم دايرين؟ صافا شويه غاية. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. نشكركم على التواصل تاعكم، تواصلوا فيه معنا وعلى الدعم تاعكم، نقول لكم بارك الله فيكم ومرحبا بكم خوتي معنا. هذا هو راني نايض خوتي، كيما راكم تشوفوا مازال راني مطلمس. هذا هو راني نايض، تلاقيت رسائل بزاف تاعكم خوتي، رسلتوا لي بزاف، رسلوا لي رسائل قالوا لي بلي قناه الغروب راه شادرت على الزواج المختلط، زعما واحد كيتزوج بقاوريه وكل شيء. وحنا كنا هدرنا من قبل خوتي على هذا الموضوع، وهدرنا فيه شحال من خطره على بها، ما بغيتش نهدر عليه. من سالتوني خوتي وبغيتوا الراي تاعي، غادي نعطيكم الراي تاعي في هذا الموضوع. حاجه الاولى خوتي، هذه قناه الغروب انا ما فهمتهاش، اقسم بالله ما فهمتها. دي فوا تجيب لنا بعض المواضيع والبرامج، يدير لك على تاع قران كيما هذاك مزامير داوود، ما شاء الله هذاك البرنامج قال على غير وين تيجي باش نستغله، برنامج ما شاء الله. وفي بعض الاحيان خوتي يروحوا يجيبونا الراقصات تاع الملاهي، يجيبونا المخناتين، يجيبونا ما فهمناش خوتي، الا راهم هاك ولا هاك. هذا النفاق، هذا هو النفاق خوتي، باش تعرفوا النفاق شوالا، هذا هو النفاق. يجيك هاكا ومن بعد يجونا بصفه، ومن بعد يعاودوا يدوروا ويجوا بصفه واحده اخرى، ومن بعد يجي من بعد في هذا الموضوع تاع الزواج بالاجانب يجيبوا بعض اليوتيوبر ويقعدوا يهضروا معاهم، يقول لك هذا اليوتيوبر راهم يشجعوا في الناس باش يديروا هذا الزواج المختلط ومنا ومنا، وهما كيجيبوا تاع الملاهي ويجيبوا تاع الاخر ما يخموش بلي هذاك هما راهم يشجعوا اكثر بالناس باش تروح للملاهي وتروح للتخنات وتروح لهاد الصوالح خوتي. هذه هما اللي راهم يشجعوا فيهم بالدرجه الاولى. اما بالنسبه للموضوع تاعنا خوتي وبغيتوا راي تاعي فيه وكل شيء، انا شباغي نقولكم خوتي، نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله خوتي ليكم تسمعوا فينا، قولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لان يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، فوالله لان يهدي بك الله رجلا واحد خير لك من حمر النعم. تخيل انتيا تجيب واحد ولا تجيب وحده قاوريه وتدخلها في الاسلام ومن بعد تزوج بها وتعلمها الاسلام وكل شيء. تخيل انت الرسول صلى الله عليه وسلم شنو راه يقول لك؟ راه يقول لك خير من حمر النعم. تعرف شنو هو حمر النعم؟ راه يقول لك خير من حمر النعم. ومن بعد تجي قناه هذه تاع الغروب تجي تقول لك باللي ابغض الحلال عند الله، تقول لك ابغض الحلال، نعرفوا احنا باللي ابغض الحلال عند الله هو طلاق، تقول لك ابغض الحلال عند الله هو باش تتزوج بهذه الاجنبيه تاع كيما نقولوا فرونسي ولا من الطليان ولا من الالمان ولا هادو دروك مانيش عارف هادو هنايا هما شنو راهم باغي يوصلونا. يجيبوا لنا خوتي وحده تزوجت مع طلياني ولا سمحولي، يجيبوا لنا وحده تزوجت مع طلياني ولا مع الماني ولا، وربي ما كتبش بيناتهم، ما كانش بيناتهم، ربي ما كتبش بيناتهم، ما تفهموش سبحان الله ما تفهموش. هي تجي تعرض لك القصه تاعها وتقول لك باللي حنا ما تفاهمناش ومنا، وهذا زواج فاشل تاع الاجانب ومنا ومنا. على اخو انت يا ربي ما كتب لك، شو انت يا ربي ما كتب لك، ماشي سي تادير كاع الناس كيف كيف، كل واحد ربي اش راه كاتب له. هنا في البلاد، هنا في البلاد اللي راك تتزوج جزائري يتزوج مع جزائريه هنا في البلاد، هنا كي غادي تتزوج خويا وتصرف 200 مليون ولا 300 مليون، كاين ناس صرفت 200 مليون على عرس سيمانه طلقت، سيمانه طلقت، هذا سما هذا زواج فاشل. هنا رانا نشوفوا باللي ما مساكين. تخيل انتيا تقولي في اوروبا ولا تزوج مع قاوريه ولا تجيبونا الامثله غير كيما نقولوا غير اللي فشلوا ولا مانيش عارف ولا تخدموهم بيناتكم ولا هذيك حاجه واحده اخرى، انا ما على باليش كي راكم تخدموا، باسكو شحال من خطره تجيبوا هكا موضوع وتخدموه غير بيناتكم، شفناكم وفقناكم كيما نقولوا. على ما تجيبوناش كيما نقولوا، على ما تجيبوناش الامثله الايجابيه، على ما تجيبوناش الامثله الايجابيه، علاه دائما تجيبوا الامثله السلبيه؟ راكم فاهمين علاه يجيبونا الامثله السلبيه؟ باغ اكزومبل على ما يجيبوناش مثال تاع وهيبه مع بلال، بزاف غادي يقول لك شكون هذه وهيبه وشكون هذه بلال. وهيبه مرت بلال فرانك ريبيري، بلال الدروك راه سموه بلال، هتخلي الاسلام وتزوج معاها وراه يسيبورتي حتى ليكيب ناسيونال ويجي معاها حتى الجزائر، وزعما ما شاء الله. هذا مثال نورمالمون جيبونا امثله كيما هكا الناجحين، على جيبونا دائما السلبيات، على تخلوا الايجابيات تجيبونا السلبيات؟ ها علاش خوتي علاش؟ انا على باليش سبتونا، ما على باليش تحوسوا ديروا بمشاهده بالسلبيات ولا ما على باليش انا. المهم انا هذا هو الموضوع تاعي خوتي، ونوصلكم نصيحه لهذه القناه الغروب، روحوا خوتي شوفوا بيتشوفوا في الغربه بيتشوفوا الناس كده، روحوا ديروا على الحراقه مساكين اللي راهم مغبونين تما، ديروا على الحراقه اللي ما خدمولهمش كوا، ديروا على الحراقه اللي باسبورات تاعهم
الباسبورات تاعهم راه هم هنا في البلاد وما بغيتوش تعطوهم لهم، ديروا على هالحراقه مساكين اللي راهم يباتوا على الكرتون، ديروا لهم وصلوا لهم الاصوات تاعهم، ما تجوش تروحوا لواحد متزوج مع وحده تقعدوا تخربوا فيه وتجبدوا فيه اسرار العائليه وكل شيء. رانا جيبونا الايجابيات قناه الغروب وعجبونا الايجابيات، ما تجيبوناش السلبيات. السلبيات احنا نعرفوهم وراهم كاينين حتى لهنا في بلادنا، تروحش المقار عليك حتى تجي نتايا تقول لي باللي الزواج بالاجنبيه ماشي مليح ولا لا مليح. شكون قال لك تاه ماشي مليح؟ ماشي ابدا، لازم تفرق كي تهدر، ما تهدرش بالجمع، ما تجمعش ليق تفرق ليق تفرق، تعرف روحك شنو راك تقول. هالبرامج تاعكم اللي تطيحوا فيهم كيما نقولوا معنويات تاع الناس، دروك مره راهي تشوف وولدها متزوج كيما نقولوا بوحده قاوريه نقولوا المانيه ولا دوك، تقول لك ولدي راه داي وحده، سمحوا لي على الكلمه، تقول لك ولدي راه داي وحده خامجه، تقول ولا يقول لك هذيك بنتي راني عاطيها لواحد يهودي ولا كل واحد. وكي غادي نتوما غادي تدخلوا لهم هذه الهضره، غادي تدخلوها لهم في رسانهم، راكم فاهمين خوتي؟ على هذا خوتي انا كيما نقولوا الراي تاعي، الراي تاعي الخاص، الزواج المختلط زواج ناجح 100%، وين يجم يكون ناجح على الزواج تاع ما نعباليش انا على 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 زواج قادر هنايا تزوج هنايا تديها جزائريه ويصرالك مشاكل وتديها قاوريه وما يصرالكش مشاكل. وهذه هي اخوتي، وكاين ما نهضروش احنا ما نهضروش غير على الرجال، كاين نساء، كاين نساء هنايا في البلاد هنا في الجزائر تزوجت كيما نقولوا مع سوري ولا مع فلسطيني، جا جراته دات له دراهمه ولا كداته، هاو هذا ثاني دروك هذا ثاني تحصلوها في الزواج المختلط. كل واحد هذه ثقافه تاعهم، كل واحد كل واحد والتربيه تاعه وكل واحد والنيه تاعه في الزواج. قبل انا الاولى كي هدرت على الموضوع تاع الزواج قلت لكم الزواج كاين ثلاث انواع، كاين زواج تاع الزواج الابيض، كاين زواج تاع المصلحه تاع باش دير كواغتك وما تخبرهاش، وكاين زواج على نية على سنه الله ورسوله. حنايا رانا نهضروا على الزواج تاع على سنه الله ورسوله، انتوما على ما جبتوناش على الزواج تاع سنه الله ورسوله ورحتوا جبتونا على الزواج اللي مبني على المصلحه. سي نورمال الزواج اللي مبني على المصلحه غادي ما يكونش ناجح، هذه حاجه الاولى، ربي ما غاديش يبارك فيه وما غاديش يكون ناجح. هضرونا احنا على الزواج اللي راه الناس اللي راه ناجحه وراها دايره كيما نقولوا اولاد صالحين وراهم دايرين بيوت تاعهم تما وراهم عايشين غاية. هادو خوتي رأي تاعي، وسمحوا لي خوتي بالك رأي تاعي ما يتوافقش مع الرأي تاعكم، كل واحد ورأيه. نقول لكم خوتي بارك الله فيكم والسلام عليكم، كي يكون كاين موضوع جديد ولا رانا معاكم. سلام عليكم خوتي.